طيب، وزي ما انتم شايفين قدامكم دي السي بي يو بتاعتنا، ودي الراك اللي متركبه عليها. انا هفصلها دلوقتي من على الراك. هي بتركب على الراك عن طريق الاثنين سكرو مسمارين من هنا من تحت كده، يا دوبك بتفكهم السي بي يو تطلع معاك. زي ما انتم شايفين كده السي بي يو طلع. دي الراك بتاعتنا اللي بيركب عليها السي بي يو، واي مديول من الفئه ديت اللي هو فئه ال 300 ممكن لما نحط لها اكستنشن تركب على نفس الراك دي. والراك دي على فكره بتيجي بالمتر، يعني تقدر تجيب اطول من كده بكتير، بس ديت المتاحه معانا دلوقتي. وزي ما انتم شايفين ان السي بي يو دي هي كومباكت سي بي يو. معنى ايه ان هي كومباكت سي بي يو؟ هي سي بي يو بيجي معاها مديول لازقه فيها. طيب ايه هي المديول اللي لازقه فيها؟ هنا مكتوب على المديول هنا، انا مش عارف اذا كانت واضحه معانا ولا لا، هتلاقيها مكتوبه هنا كده اهي، مش عارف اذا كانت واضحه معانا ولا ايه. فيها 5 انالوج انبوت وفيها 2 انالوج اوتبوت. وهنا الكارت الثاني مكتوب ان هو فيه 16 ديجيتال انبوت و16 ديجيتال اوتبوت. طيب السي بي يو ديت بيبقى ليها كونكشنز للباور، هي بتاخد، هي السي بي يو شغاله ب 24 فولت. فعندي هنا لو بصينا هنا كده هنلاقي ان هي بتاخد دي سي 24. الاثنين سكرو دول موجودين تحت هنا. السي بي يو اديناها الفولتج، هل المديولز ده كمان محتاج ان هو ياخد فولتج؟ المديولز هنا في الديجيتال في الانالوج او المديول في الانالوج مش محتاج ان هو ياخد فولت، ده على حسب الدروينج اللي موجوده هنا. على حسب الدروينج اللي موجوده هنا على الباب من جوه مش محتاج ان انا احط له اكسترنال فولتج. انما هنا الديجيتال هنا لو بصينا هنا هنلاقي ان هو محتاج ان هو يتحط له فولتج. هنلاقي في نقط لازم تحط عليها بلس ونقط لازم تحط عليها ماينس. طيب هي دي السي بي يو بتاعتنا، نحطها على جنب هنا. ده نموذج انا عامله للوكال ستارت من طبعا زي ما انتم عارفين ان الموتور بيبقى موجود في البلاند، سواء كان بيشتغل مع اي ابلكيشن، سواء كان بيشتغل مع بنت كونفاير، مع سكرو كونفاير، مع ايا كان الابلكيشنز اللي بيستخدم في بامب ووتر بامب، ايا كانت الابلكيشنز اللي مستخدمه فيه. فبيبقى في جنبه حاجه اسمها لوكال بوكس. الموتور ده زي ما بيشتغل اوتو لازم يشتغل لوكال. ليه لازم يشتغل لوكال؟ لازم يشتغل لوكال لاني انا ممكن اعوز اشغله من جنب الموتور علشان اشوف حاجه معينه، او اثناء الصيانه سواء كانت صيانه الميكانيكا او صيانه الكهرباء انا عايز اشغل الموتور دوت، فلازم اروح اشغله من جنب الموتور. لو انا عايز اشغل الموتور ده لوحده يبقى لازم اشغله من اللوكال. فاللوكال بوكس اللي بيبقى جنب الموتور دوت بيبقى فيه حاجه اسمها ستوب لوك، اللي هو زي الموضح ده كده، مجرد ما اضغط عليه بيبقى زي emergency، مجرد ما اضغط عليه الموتور ده يقف. الانديكيتور بالب ديت ممكن تكون موجوده وممكن ما تكونش موجوده، ديت بتبقى موجوده خاصه في الدي بي نفسها او الديستريبيوشن بورد الخاصه بالموتور مع دايره الباور. طيب هل انا لما اروح على البلاند دايركت مجرد ما احط السويتش على اللوكال ستارت الموتور هيشتغل؟ لا طبعا ما ينفعش يشتغل، لازم انا من الكنترول روم او من السي سي ار ادي لك بيرميشن ان انت تشغل الموتور، او اعمل لك ريليز ان انت تشغل الموتور لوكال. فلازم قبل ما تروح هناك بتتصل بالسي سي ار للاوبريتورز اللي هناك تقول له اسمح لي ان انا اشغل الموتور دوت لوكال ستارت، فيقوم بيديك بيرميشن ان انت تشغل الموتور ده لوكال ستارت فتقدر تشغله. وهنشوف كل الكلام ده في البروجرامنج بتاعنا. لو احنا عندنا الموتور دوت هيشتغل عن طريق البي ال سي، يبقى بنعمل له بنوصل الاوتو لوكال سويتش ده بالبي ال سي، وبيبقى البروجرامنج كله من البي ال سي، سواء كان الريليز ان انا اشغل الموتور لوكال او ان انا احطه على الاوتو فالموتور يشتغل اوتو. كل السيجنالز ديت بتتاخد على ديجيتال انبوت في البي ال سي، وباخد الديجيتال انبوت ديت اعمل بيها البروجرامنج زي ما هنشوف في طريقه عمل البرنامج. طيب زي ما عرفنا كده ان دوت بيبقى لوكال بوكس موجود جنب الموتور في البلانت. طيب الكلام اللي احنا اتكلمناه ده كله بخصوص البي ال سي والسيجنال بتروح على البي ال سي. طيب بخصوص الاسكادا، بخصوص الاسكادا احنا عندنا طريقتين. طريقه الاسكادا ان هو احنا بننزل السوفت وير بتاع الاسكادا على الكمبيوتر وبنعمل
عن طريق سواء كان سيمنز اللي هو الوان سي سي او ايا كان السوفت وير اللي انت بتستخدمه من شنايدر من اي بي بي من اي شركه، بيبقى ليها سوفت وير خاص بالاسكادا بتعمل الجرافيكس بتاعتك وبتعمل التاجز بتاعتك وبتوصل التاجز ديت بالبي ال سي البروجرام بتاع البي ال سي بتاعك. طيب في طريقه ثانيه وهي استخدام اتش ام اي. الاستخدام الاتش ام اي زي اللي قدامنا ديت طبعا دي بتبقى غالية جدا، فان انت تجيب ديسك توب كمبيوتر وتنزل عليه البرنامج وتعمل ران تايم من البرنامج ارخص بكتير، حل ارخص بكتير، ولكن ساعات ديت بيبقى ليها استخدامات. استخداماتها في ان طبعا الديسك توب كمبيوتر ما ينفعش يتحط في يكون مثلا فاير بروف او مناطق فيها مية او مناطق فيها داست عالي، ما ينفعش تقدر ان انت تحط الديسك توب بتاعك في المناطق دي، ولكن الشاشات ديت بتبقى معمولة باي بي عالي جدا ان هي تقدر تستحمل درجات الحرارة، تقدر تستحمل الرطوبة، تقدر تستحمل فاير بروف على حسب الاستخدام، فعشان كده بتبقى غالية. ممكن الشاشة اللي قدامنا دي يوصل حوالي 4000 أو 5000 يورو. دي من شركة سيمنز اسمها سيماتيك مالتي بانل تاتش. بيبقى فيها من هنا كده 2 يو اس بي، وبيبقى فيها واحد لان، وبيبقى فيها ار اس 422 او 485 لو عايز تعمل كوميونيكيشن عن طريق الار اس بيها، وبيبقى ليها الباور بتاعها ببلاج انت بتدخله هنا زي ما انتم شايفين كده. ده البورت بتاع الـ RS وده البورت بتاع الـ Ethernet وده 2 USB وهنا الباور. هنا بقى انا بستخدم عن طريق سوفت وير اسمه الوين سي سي فليكسيبل. بستخدم الوين سي سي فليكسيبل ان انا اقدر ابرمج الشاشه دي واعمل الجرافيك وانشئ التاجز اللي هتربط ما بين الجرافيكس دوت والبروجرام اللي موجود في البي ال سي، واقدر اعمل ستارت ستوب للموتور، واقدر اقرا كل الالارم سيجنال على الشاشه دي. بالمختصر ان انا اقدر اعمل فول اوبريت عن طريق الشاشه دي. فكره دايركت الباور عشان الناس اللي هي قالت ان احنا مش شايفين قوي الكونكشن، ما اعرفش كده يعني اقرب شويه ولا لا. هنا ده كده الباور بتاعي الرئيسي، ده الباور بتاعي الرئيسي دلوقتي واصل على تيرمينال، انا موصله على تيرمينال، واخد من التيرمينال على السيركت بريكر، ومن السيركت بريكر انا واخد على كونتاكتور، ومن الكونتاكتور واخد على اوفرلود، ومن الاوفرلود واخد على الموتور دايركت. تمام، المفروض ان دلوقتي الدايره فيها باور. انا لو شغلت الكونتاكتور كده المفروض ان الموتور هيلف. كل دوري دلوقتي ان انا هتحكم في الكونتاكتور دوت عن طريق اوتبوت من البي ال سي، اديله اوتبوت فالكونتاكتور يشتغل. دي الدايره البسيطه زي ما شرحناها اللي بتبقى موجوده في الدي بي بجانب دايره الكنترول اللي احنا هنعملها دلوقتي. طيب بالنسبة للكنترول زي ما قلنا ان احنا الكنترول فولتج عندنا 24 فولت هناخده من الباور سبلاي دوت، فانا مجهز تيرمينال هنا بحيث ان انا احط هنا البلس وهنا الماينس. طيب دي لفتين وايرز انا اشتريتهم، واحدة سودا وواحدة حمراء، بحيث ان احنا نعمل الماينس اسود والبلس احمر. طيب يا شباب دي الوايرات اهي اللي هنستخدمها في الكونكشن، وزي ما قلنا احنا عايزين نعمل كونكشنز، عايزين نحط باور لي من السي بي يو ندخل لها 24 فولت، وعايزين نحط باور على الميديولز دي. فطبعا في هنا في الميديول زي ما احنا شايفين ان في كذا نقطه هيتحط عليهم البلس، نقطه واحد ونقطه 21 لازم يدخلهم بلس، ونقطه 31 لازم يدخل لها بلس، وفي كذا نقطة هنحط لها ماينس اللي هي نقطة 30 عايز يدخل لها ماينس، ونقطة 40 ونقطة 20. فبالتالي هنعمل اللوب ده دلوقتي البلاس والماينس زي ما موضح على الرسمة هنا.
كده وصلنا اللوب ده، ومن هنا هناخد على البلس، واحنا عايزين ناخد من الباور سبلاي من هنا للبلس بتاع التيرمينال بتاعتي من هنا، ونقطع زيها نفس المقاس للماينس. انا كده خلصت اللوب البلس والماينس في التيرمينال هنا، نقفل السكينه دي عشان ما طولناش. باقي ان انا اخد من البلس هنا، باقي ان انا اعمل اللوب، سوري، اعمل اللوب الماينس هنا، وبعد كده اخد من البلس على الميديول واخد من الماينس على الميديول، وفي نفس الوقت اخد من البلس للسي بي يو ومن الماينس للسي بي يو. هنا الماينس لوب ما بين النقطه 30 وما بين النقطه 20 والنقطه 40. هيبقى من المين ماينس مش من بلس، نقطع زيه نفس المقاس للبلس عشان تبقى كلها مقاس واحد. طيب خلينا ننظم السلوك شوية علشان في التصوير السلوك متبقاش داخلة في بعضها. أنا جبت دول اللمبات دي بحيث إن احنا نحطها هنا ونعمل الكابلات دي. أعتقد إن إحنا كده نظمنا شوية شكل المليارات بتاعة الباور اللي واصلة في الـ PLC. دلوقتي هنبتدي نوصل الـ signals اللي جاية من الـ control circuit في الـ PLC. ده الموتور زي ما اتفقنا إن الـ local switch بيبقى متوصل بالموتور هنا. هنحاول إن إحنا نثبت الـ local switch جنب الموتور عشان تقدر إن إنت تبقى متخيل الموضوع ماشي إزاي. طبعا انا ثبته بالطريقه دي عشان اقدر ان انا اشيله واعمل الكونكشنز بتاعته، فانا دلوقتي هشيله ونبتدي نعمل الكونكشنز بتاعته. ف
هناخد لوك من الامرجنس ستوب للاوتو ومن الاوتو لللوكال، وناخد انديكيشنز على البي ال سي. دي السيجنال اللي جايه من الكنترول سيركت بتاعتنا على البي ال سي. اول سيجنال هي الستوب لوك زي ما احنا شايفينها دلوقتي. لو ضغطت ستوب لوك هتلاقي السيجنال راحت، شلت الستوب لوك او عملت ريليز للستوب لوك السيجنال هتيجي. تاني سيجنال اللي هي جايه من السيلكتور سويتش، هنا جايه من السيلكتور سويتش دوت، فهي دلوقتي المفروض ان هي محطوطه على الاوتو، فالسيجنال جايه هنا. لما احط على اللوكال ستارت هتلاقي السيجنال دي راحت وسيجنال اللوكال ستارت هي اللي جت، لاني غيرت ايه السيلكتور سويتش هنا. فهنا السيجنال راحت. طيب عايزين نعمل تيست للموتور ان هو يشتغل، فاحنا ممكن نعمله لان احنا لسه ما وصلناش بالبي ال سي، فممكن نعمله باي باس من البي ال سي هنا على الاوتبوت ونشوف السيجنال بتاعت، هنعمل له باي باس هنا من البي ال سي ونشوف السيجنال بتاعت الفيدباك والكوماند رايحه مظبوطه ولا لا. فهناخد هنحط 24 فولت على الديجيتال اوت اللي احنا مستخدمينها، فهنلاقي هنا ان مجرد ما نحط 24 هنلاقي ان الكونتاكتور عمل اون، وهنلاقي ان الموتور هنا اشتغل، وهنلاقي ان الانديكيتور بالب هنا نورت، وفي نفس الوقت هنلاقي ان السيجنالز بتاعت الفيدباك جت. يعني مجرد ما افصل هنا الموتور السيجنال راحت، مجرد ما اوصل السيجنال بتاعت الفيدباك جت.